حول الموضوع معنا عبر الأقمة الصناعية من بغداد الدكتور هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بك معنا. العمليات على الأرض في تقدم مستمر، آخر أحياء الموصل تم تحرير جزء كبير منه، وطبعا لم يبقى إلا مساحة قليلة يعني من الموصل. لو تذكرنا حتى بالنسبة ربما كم هي المساحة التي لا تزال بيد داعش، وأيضا ما يجري على الأرض بحسب آخر المعلومات التي توفرت لديك؟ حقيقة المساحة الفعلية التي هي تحت سيطرة هذا التنظيم المتطرف هي 3%، وهذه المنطقة هي صغيرة جدا، وأيضا هي محاصرة من كل جانب، وأصبحت كل مناطق ومحلات المدينة القديمة هي تحت مرمى النيران القوات المحررة، وهذا ما يعني أن هذه المنطقة ساقطة عسكريا. عمليات إجلاء النازحين والسكان هي الأولوية لها في هذه المعركة، ولا تزال قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية ومغاوير الشرطة الاتحادية والقوات التقليدية من الجيش العراقي تحاول إجلاء القدر الكبير من السكان، خاصة حي الزنجيلي حيث هناك الكثير من السكان تحت الأنقاض بسبب مفخخات هذا التنظيم المتطرف وقصفه العشوائي. اليوم العمليات فيها 3 محاور، الأولى باتجاه حي الشفاء وهناك تقدم مستمر، والثانية باتجاه باب سنجار وهو يعتبر أهم الأبواب باتجاه المدينة القديمة، وأيضا هناك محاولة لعلها يكتب لها النجاح باتجاه محيط حي الفاروق حيث الجامع النوري. هذه المحاولة هو قصد رفع الضغط الموجود لهذا التنظيم المتطرف على الأهالي، سواء من قناصيهم أو من هاوناتهم العشوائية أو حتى من سياراتهم المفخخة. بالتالي أظن أن الأولوية هي تركت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأهالي، بمعدل 4000 مواطن يوميا يتم نقلهم من المناطق التي هي في محيط المدينة القديمة أو بعض الهاربين من المدينة القديمة باتجاه المخيمات التي أعدت لهم مسبقا. طيب دكتور هشام، نعلم بأن الهدف التالي هو الجامع النوري والقوات العراقية تتقدم باتجاهه، طبعا نعلم رمزية هذا الجامع بالنسبة لداعش، منه أعلن أبو بكر البغدادي خلافته ودولته المزعومة. يعني عندما إذا ما تفكرنا بتفكير الجماعات المتشددة التي لك خبرة كبيرة في شؤونها، ما المتوقع من داعش خلال الساعات القليلة القادمة عندما يشعر بأن القوات العراقية الآن باتت قريبة جدا وعلى مشارف الجامع النوري؟ حقيقة سوف يندفع باتجاهين، وهذه الحادثة تكررت في بيجي في الفلوجة، وأيضا تكررت في الجزء القريب من النهر في الساحل الأيسر، جزء ينفذ عمليات انتحارية بشكل عشوائي وآخر يحاول أن يتخفى ويتسلل مع النازحين، هذا الذي يحدث قطعا. وأيضا هو لا يستطيع أن يفتح ثغرة لا من الجهة الشمالية ولا الجنوبية لكي يستطيع أن يخرج بمن بقي من عناصره، عديد من بقي بحسب شهادات الداخل ربما 400 مقاتل، أغلبهم ممن يلبس الحزام الناسف أو ممن هو يستعد لعملية انتحارية. وأيضا كثرة الإعدامات، مجازر كثيرة يقوم بهذا التنظيم المتطرف بحق السجناء الذين تحت يده أو المواطنين ممن يحاول الفرار أو الهروب أو ممن يدعى أنه تجسس لصالح القوات المحررة، بمعدل 30 أو أكثر يوميا يتم إعدامهم من الأهالي، سواء كانوا نساء رجالا تحت تهم مختلفة بسبب توحش هذا التنظيم المتطرف.